اليوم الاحتفالي هذا بالعيد الشجرة جاء في إطار مشروعنا على العدالة البيئية. حبينا احنا نسلط من الأول على الإشكاليات اللي صايرة في بلدية ركادة، وكملنا بعد تسليط الضوء على الإشكال هذه تواصلنا مع الإدارة الجهوية للغابات ومع بلدية ركادة واللي هم رحبوا بفكرة التشجير. تواصلنا كذلك مع إدارة المعهد الوطني للتراث باش يحدد لنا المواقع اللي وين باش نشجروا، خاطر كما تعرفوا هذا موقع أثري. كما تم توصيل حتى الاختيار متاع الجر كان بالتواصل مع إدارة التراث اللي هو كان اختار الصارو والكزوارين بحكم الجذوع متاعهم تمشي اللوطة ما تتفرعش وباش ما تأثرش على التراث. هي 300 شجرة اختيرناها فيهم صارو، فما زاد اختارنا الأكاسيا الكلاتوس والصنوبر. الحملة هذه جاء داخلة في إطار اليوم الوطني لعيد الشجرة، يعني تعاظم من البلدية والمجتمع المدني، العديد من المنظمات والجمعيات وإدارة الغابات والمعهد الوطني للتراث. اخترنا اليوم باش تكون الاحتفال هذا وعيد الشجرة هذه في المنطقة الأثرية بركادة. لماذا هام المندوب فؤاد رمسي، ولماذا تعرض له من انتهاكات من طرف المواطنين ومن طرف العديد من الأشخاص أصحاب الشاحنات؟ لأنه العداوة الأوكار بتاع فساد وبتاع جلسات خبرية وما إلى ذلك، عملية هذه لازمها تسييج وحماية كاملة. إن شاء الله في البرنامج على الحي على قريب ميزانية 2021 باش نتطرق في عملية تسييج وحماية هذه الجنان وهذه المنطقة الأثرية. الغابة كلها رأي أكثر من 80 هكتار، والعملية هذه كبلدية وحدها ما تنجمش، لكن احنا في إطار المساعي توا مع المعهد الوطني للتراث مع إدارة الغابات بالتشارك معاهم باش نقوموا يعني كل سنة بترونش معين. العملية تتطلب أموال واعتمادات كبيرة برشا اللي لا بلدية تقدر عليها، لا معهد وطني للتراث يقدر عليها، لكن بالتعاون وبشوية بشوية إن شاء الله يلزمنا نوصلوا ونخطوا باش نحموا الغابة. عملية تزيير غابات ركادة 300 شجرة هي حركة رمزية اللي لفت انتباه كل المسؤولين. راهي ركادة هذه راهي مدينة عجوز راهي عمرها 1200 سنة. راهي ركادة هذه ما عندها حتى متنفس. اليوم نشوفوا في الغابات اللي ذات بعد استراتيجي. اليوم جينا حبينا لفتة للمسؤولين وحبينا الجينيراسيون الشباب هذايا الصغير نعلموه على القيم تاع حب الوطن وحب الغابات وحب الأشجار وصديق البيئة.